أنا جاي أخطب حصة على سنة الله ورسوله. شنو؟ إيش قلت؟ أنت صاحي ولا مينون؟ أنت تخطب عمتك حصة؟ أكيد صار لعقلك شيء. أنت شلون تتجرأ وتقول لنا هالحكي؟ سمعت إيش قال؟ سمعته وحبيتك تسمعينه. وليش للحين ساكت عنه؟ اسمع يا جاسم، اسمع الكلام اللي يجمد على الشارب. إن طريت بنتي على لسانك مرة ثانية ولا ذكرت اسمها لا يقص لسانك قص. سمعت؟ سمعت حمي. وياني وياك اطب هالبيت هذا مرة ثانية ولا تمر صوبه لا حش ريولك حش. وعنوان بيتنا انساه، انساه من ذاكرتك. مفهوم؟ مفهوم عمي. شو هالبلاوي اللي قاعد تحذف علينا؟